مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كلام مصري. موضوعنا النهاردة هو الصراعات بين القوى السياسية وتداعياتها، تأثيراتها على نجاح، فرص نجاح التحول الديمقراطي. حضراتكم محتاجين بس تتابعوا اللي حصل عندنا في مصر من 11 فبراير 2011 ولغاية النهاردة، سنة ونص تقريبا، أقل من ده بحاجة بسيطة، عشان تتأكدوا أن من لحظة سقوط الرئيس السابق، من لحظة خلع الرئيس السابق، وإحنا في صراعات متكررة ومتنوعة في الحقيقة بين القوى السياسية الأساسية، سواء كانت الإشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو لتيارات الإسلام السياسي أو للتيارات غير الإسلامية بتعرف نفسها أحيانا بأنها تيارات مدنية، بعضها بيعرف نفسه بأنه هو أحزاب وتيارات ليبرالية. مفيش محطة كبيرة عدت علينا في مصر من 11 فبراير 2011 ولغاية النهاردة غير وهي محل صراع ومحل خلاف ومحل تنازع. افتكروا حضراتكم التعديلات الدستورية والاستفتاء، افتكروا حضراتكم الإعلان الدستوري اللي جه بعد التعديلات الدستورية، افتكروا حضراتكم الخلاف الطويل على الدستور أولا ولا الانتخابات أولا، افتكروا حضراتكم الانتخابات وإمتى احنا رحنا الانتخابات. بين المحطتين، الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية اللي هي جابت مجلس الشعب وجابت مجلس الشورى، قوانين كتيرة صدرت كانت كمان محل خلاف وتنازع، من قانون الأحزاب لقانون الانتخابات نفسه لأمور تانية. بعد الانتخابات تنازع حول شرعية البرلمان المنتخب اللي فيه اكثر من دعوة امام القضاء الدستوري بتطعن في شرعية المجلسين المنتخبين. نوصل للجمعية التأسيسية والخلاف اللي مستمر لغاية النهاردة حول من ناحية شرعية قيام المجلسين بتشكيل الجمعية التأسيسية، المجلسين المنتخبين الشعب والشورى، ومن ناحية تانية الخلاف على التشكيل اللي تم للجمعية التأسيسية ومدى حضور أو غياب معيار الكفاءة ومعيار التمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والخريطة السكانية. مصر من 11 فبراير 2011 إلى الآن في صراع مستمر بين القوى السياسية، مش بس بينها وبين بعضها، كمان بينها وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي هو يتصدر المشهد السياسي، أو على الأقل يمكن خلال الأشهر الماضية في صدارة المشهد السياسي مع تيارات الإسلام السياسي وتيارات أخرى. الخلافات ديت، الانشقاقات المستمرة بين القوى السياسية، إيه تداعياتها على فرص التحول الديمقراطي؟ هل يمكن لدولة أن تتحرك بصورة ناجحة نحو تحول ديمقراطي في ظل كل هذه الخلافات، ولا المحطات الكبيرة اللي بتوقفنا هي محطات بتبقى، أنا آسف، محطات بتبقى محبطة للتحول الديمقراطي؟ خلونا نطلع نشوف تقرير ونرجع نتكلم عن الحالة المصرية ونقارن ما بين 52-54 وبين مصر من 11 فبراير 2011 وإلى الآن. نشوف التقرير. مع ثورة يوليو التي يشير الكثير من المحللين إلى أن مسار الحياة السياسية آنذاك لم تتحكم فيها أيديولوجية محددة في السنوات الأولى، مع شعارات تنحصر في تطبيق المبادئ الستة المعروفة وحماية الحركة الوطنية، وقد اتخذ مجلس قيادة الثورة قرارات رآها البعض سبباً أساسي لتعثر البناء الديمقراطي، مثل إلغاء دستور عام 1923 وإلغاء الأحزاب السياسية. أما عن جماعة الإخوان المسلمين فنجد التحول في العلاقة من مساندة وتأييد للضباط الأحرار في القيام بالثورة، حتى نجحت وتحولت من انقلاب عسكري إلى ثورة شعبية، إلى ما يعرف بأزمة مارس عام 1954، وهي الأزمة التي انتهت بحل الجماعة، وتطورت بعدها الأمور لصراع مفتوح بين الضباط الأحرار وبين الإخوان. والآن وبعد قيام ثورة 25 يناير نجد أن هناك حالة حراك كبيرة، ونتج عنها تأسيس الكثير من الأحزاب السياسية،
والحركات الثورية التي لم تكن لترى النور إلا بعد الثورة والإطاحة بنظام مبارك الذي احتكر فيها الحزب الوطني المنحل على مدى 3 عقود المشهد السياسي دون وجود معارضة تذكر، حيث كان هناك 24 حزبا سياسي قانوني قبل 25 يناير. التيارات السياسية أصبح فيه قسمة مختلفة قليلا عن قسمة 54 أو ما قبل حتى ثورة يوليو 52. تستطيع أن تقول إن هناك الداعين لبناء دولة إسلامية، الداعين لبناء هوية إسلامية، الداعين لدستور إسلامي، ودول أخذوا أكثرية في البرلمان سواء كانوا إخوان أو سلفيين، وما بين القوى المدنية اللي جسدتها أقلية في هذا القيام. أما عن حالة الشقاق الواضح بين القوى السياسية وبعضها البعض فلا يمكن إنكارها، وتنقسم القوى السياسية بالأساس إلى معسكرين: جبهة الإسلام السياسي وجبهة القوى المدنية. وهذا الانقسام وصل ذروته مع إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد واستحواذ تيار الإسلام السياسي على أغلبية الجمعية، الأمر الذي انسحبت معه معظم القوى المدنية التي تدافع عن مشروع الدولة المدنية، لأن تشكيل الجمعية لا يعبر عن كل طوائف الشعب المصري ونسب تمثيلها غير متكافئة على حد قولهم. في وسائل أخرى لأن احنا نستمع إلى الناس الغير ممثلين في جلسات استماع، في لجان نوعية، في أمانة فنية ممكن الجميع يشارك فيها، بس مش هيبقى له صوت، مش هيبقى له تصويت، لكن مشارك وله وجود. فهي المشكلة ان الناس شعرة ان اصحاب التيار الاسلامي السياسي لهم غلبة في الجمعية. طب هنيجي نقول طب وما الخوف من ذلك؟ انا بقول مفيش مشكلة ان انا يكون في غلبة التيار، ولكن لان المهم في اعضاء الجمعية التأسيسية هو ما يحملونه من تصورات ورؤى لدستور مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان اللي انسحبوا، ودي أنا يمكن أول مرة الرأي العام هيسمعها، أنا بقول اللي انسحبوا في بعض الأحيان هم أغلبية، وحيجي في بعض المواد والبنود هيكون لهم الأغلبية. والسؤال: إلى أين ستؤدي هذه الانشقاقات بين القوى السياسية وتأثيرها على مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر الآن؟ مصر من 52 ل 54 صراعات متتالية بين الضباط الأحرار وطبعا معاهم المؤسسة العسكرية الجيش والقوى السياسية اللي كانت مؤثرة في خريطة السياسة في مصر من 23 تحديدا إلى 52. صراع أساسي داخل هذه المنظومة بين الضباط الأحرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبين جماعة الإخوان المسلمين، وبعد أحداث دراماتيكية منها محاولة الاغتيال في المنشية، منها حل جماعة الإخوان المسلمين من خلال قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة 54. ضباط الأحرار قاموا بحل كل الأحزاب السياسية، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أيضا صنفت باعتبارها حزب سياسي. بدأت في مصر مرحلة الحاكم الفرد، والحاكم الفرد زين حكمه بحزب واحد، تنوعت أسماؤه، كنا مع الاتحاد الاشتراكي فترة طويلة جدا في الستينات، انتقلنا منه للحزب الوطني في السبعينيات، واستمر الحال بهذه الصورة لغاية 25 يناير 2011، إسقاط الرئيس المخلوع، إسقاط الحزب الوطني المنحل، وبدأت مرحلة جديدة في مصر بتتميز أيضا بنفس منظومة صراعات متتالية ما انتهتش. المقلق جدا في الصراعات دي مش بس انها بين القوى السياسية وبينها وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني بينها وبين القوات المسلحة الفاعلة في الحياة السياسية المصرية والفاعلة في الخريطة المجتمعية والاقتصادية في مصر، لا، المقلق جدا ان الصراعات دي تسببت من 11 فبراير 2011 ولغاية النهاردة ان كل محطة كبيرة حاولنا نتقدم بيها على مسار التحول الديمقراطي كانت محل تنازع، محل تساؤل، محل تشكيك في الشرعية.
زي ما قلت لحضراتكم قبل التقرير، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الإعلان الدستوري، الانتخابات البرلمانية، قوانين الأساسية اللي طلعت، أحزاب وانتخابات، لغاية ما وصلنا للجامعات التأسيسية. وهنا لازم نقف وقفة صريحة عشان نفكر مع بعض إيه الخطر اللي بتمثله جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية. ومنقوصة الشرعية مش عشان عدد من الليبراليين انسحب ولا عدد من الأحزاب المدنية انسحب، لا، هي منقوصة الشرعية بالأساس لأن ما تمش في تشكيلها مراعاة تمثيل الخريطة المجتمعية بهيئتها بمؤسساتها المختلفة، الخريطة السكانية بتنوعاتها، المرأة، الشباب، الأقباط، كل هذه الأمور لم تتم مراعاتها. منظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان، احنا أمام جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية، والانتقاص من شرعيتها ما جاش من انسحاب الليبراليين، لا، جه بالأساس من انسحاب الأزهر، من انسحاب الكنيسة، من انسحاب المحكمة الدستورية العليا، بعدد من النقابات. هذا الفراغ الحادث داخل الجمعية التأسيسية، الفراغ اللي غاب معاه الأزهر والكنيسة وقعته مؤسسات أخرى وأحزاب ليبرالية وطيارات مدنية، الفراغ دوت بينتقص من شرعيات. حضراتكم فكروا كده اللحظة، إيه تداعيات جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية على كتابة الدستور؟ ولو إحنا استمعنا الآن لجميع التطمينات الممكنة من المسيطرين على الجمعية التأسيسية للدستور، الحرية والعدالة والنور ومن هم من القريبين من الحرية والعدالة والنور، تطمينات بشأن المنتج النهائي ان الدستور هيطلع كويس ان شاء الله، كل هذا لا ينفي ولا يقلل من خطورة نقص الشرعية الموجود جوه الجمعية التأسيسية نفسها. انا اعتقد مصر كانت هتكون افضل بكتير، ولسه في فرصة لتقويم الاعوجاج لو ارادت هذه القوة الاستماع الى صوت العقل واعادة النظر في التشكيل. انما جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية بتهدد التحول الديمقراطي، انها بتهدد مستقبل العمل الاساسي اللي بتقوم عليه هذه الجمعية، وهو صناعة دستور مقبول من الشعب المصري. نفس الامر نوصل بيه لخريطة الانتخابات الرئاسية. خريطة الانتخابات الرئاسية محل صراع وتنازع ومحل مفاجآت كثيرة لا تنتهي إلى الآن، سواء باستبعاد عدد من المرشحين أو مرشح واحد من المرشحين اللي كان أسهمهم مرتفعة أو بترتفع خلال الفترة الماضية، أو بدخول عدد من المرشحين مرشح لجماعة الإخوان المسلمين، وأنا يعني أصر على القول أنه مرشح لجماعة الإخوان، لأن الإعلان عن ترشح المهندس خيرت الشاطر ما جاش من حزب الحرية والعدالة، إنما جه من مقر جماعة الإخوان المسلمين، ودي حاجة غريبة برضو لازم نفكر فيها في العلاقة بين الجماعة اللي هي مفروض جماعة دعوية لا تمارس السياسة، وزراعها السياسي اللي هي كلفته بأنه يمارس السياسة الحرية والعدالة. معرفش ليه المرشح ما هوش رئيس الحزب ولا نائب رئيس الحزب، بس اي مكان الامر احنا امام مفاجاه تمثلت في دفع الجماعه بمرشح بعد طول تاكيد على ان هذا لن يحدث. قد يدخل للسباق ايضا عدد اخر من المرشحين، بعضهم من رموز النظام السابق، بيبحثوا في الامر، بيحسموا موقفهم. هذه المفاجآت، تنازع، صراع، دخول مرشحين وخروج مرشحين، ومع مادة في الإعلان الدستوري خطيرة جدا هي المادة 28 اللي بتحصن أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية، برضو صناعة المشهد مقلق، صناعة المشهد فيه صراعات بين القوى السياسية، وهنا المؤسسة العسكرية كمان داخلة طرف أو قد تكون من وراء ستار أحد الأطراف اللي بتدير المشهد السياسي. هل دوت بيقرب مصر من انتخابات رئاسية ناجحة تساعدنا على تحول ديمقراطي؟ أشك. فإحنا في المحطات الرئيسية مشاكلنا مستمر. إحنا هنطلع دلوقتي الفاصل، وهنرجع من الفاصل عشان نشوف تقرير إحنا سألنا حضراتكم إيه تقديركم لتداعيات الخلافات السياسية، التفكك بين القوى السياسية وصراعاتها المتنوعة على فرص التحول الديمقراطي في مصر. هنطلع الفاصل نشوف التقرير ونرجع لمناقشتنا. الناس خايفة من المرحلة الجاية، مش عارفين ايه اللي قدرت على ايه، مش عارفين يعني مفيش، ما عادش في حد لا حزب موثوق فيه ولا مش عارفين يعني هنختار مين لحد دلوقتي. حالة التشرذم السياسي وحالة عدم الاستقرار اللي احنا بيعيشها الشعب المصري، لان الفترة الانتقالية طالت من 25 لحد الان ما بين حكم المجلس العسكري مليان بالاضطرابات، مليان بالاحداث الدامية، ماسبيرو محمد محمود، كل الاحداث احنا عارفينها، الى جانب ان في حالة من الانقسام ما بين القوى السياسية ما بين اتجاه الليبرالي والاتجاه
الديني متمثل في إخوان المسلمين والجماعات السلفية سيطروا سيطرة كاملة على البرلمان. قسام في الآراء بتاعة الشعب المصري ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد القوى الإسلامية وما بين معارض للقوى الإسلامية، وده يعني بيعكس بطبيعة الحال على الوضع اللي هو الموجود في مصر. فحصل انقسام كبير جدا للأسف الشديد يعني. وطبعا هو من المفروض أن ما يتستأثرش قوى سياسية معينة بوضع الدستور. يعني النهارده الاخوان المسلمين النهارده خدوا مجلس الشعب، خدوا مجلس الشورى، وخدوا النهارده اللي عايزين ياخدوا الوزاره وعايزين ياخدوا الرئاسه. طبعا الكلام ده طبعا مستحيل. توتر السياسي مصر على الشعب وعلى الاقتصاد كله. يعني النهارده البورصه كلها نزلت النهارده، بقى لنا كذا يوم بورصه توتر، لسه مفيش استقرار. الوضع دلوقتي غير مستقر، الناس مش عارفه احنا رايحين لغايه فين. كل يوم والتاني لا في معارك بين الاسلاميين ومعارك بين الاسلاميين وبعضهم ومن الاسلاميين الابراهيين، في العمليه كلها ملخبطه على بعضها، مش عارفين، ما فيش خريطه طريق معينه. يعني في كل واحد ليه برنامج بتاع هنعمل ايه، لازم يتفقوا على راي واحد. دي مصر يا جماعه. دلوقتي ان كل فصيل سياسي متمسك برايه، الاخوان المسلمين متمسكين برايهم ان هم اغلبيه في مجلس الشعب، بيقول لك احنا يحق لنا تشكيل الدستور. انما دستور الدوله المصريه لابد ان يكون تمثيل جميع طوائف الشعب. حد الشعب ده في كبد، شعب في كبد، شعب عايزين يستريح، عايزين نشوف مصالحنا. احنا عايزين يبقى فيه اتفاقيه بينهم وبين بعضهم، بين الاخوان وبين الجامعات التانيين عشان نصلح البلد. احنا انتخبناهم عشان نصلح البلد. التفكك السياسي انا شايفاه ان هو صراع بين الاحزاب وحاجه مش مفروض تكون. احنا المفروض اهم حاجه تكون عندنا مصر ونخاف عليها، ولان احنا عايشين فيها كلنا، فاي حد احنا اللي هنتضرر. لما سألنا حضراتكم على آرائكم أو توقعاتكم عن نتائج الخلافات بين القوى السياسية وتأثيرها على مصر في المرحلة الانتقالية، حضراتكم اللي تسألوا اتكلموا بصورة واضحة جدا ومحددة جدا عن تأثيرين هما بصورة واضحة سلبيين. التأثير الأول هو أن احنا مش عارفين نتحرك لقدام، التعبير اللي اتقال اكتر من مرة، مش عارفين نشوف مصالحنا، مش عارفين نشوف مصالح الناس. صح، طبعا الخلاف بين الاحزاب وبين القوى السياسية امر طبيعي، والتعددية والديمقراطية اللي احنا بنحلم بيهم لمصر احد جوانب الحقيقة في اي نظام ديمقراطي او نظام فيه تعددية حزبية، فيه اكتر من حزب والاحزاب دي بتتنافس مع بعضها، ان فيه خلافات. بس الخلافات بتكون في الحقيقة عن رؤيتهم للاقتصاد، رؤيتهم لمشاكل المجتمع، نعمل عدالة اجتماعية ازاي، نحسن قانون الأحزاب ازاي، نحسن قوانين حقوق الإنسان وقوانين الحريات ازاي، أو طبعا عن الدستور وعن إدارة المرحلة الانتقالية. لكن لما خلافات تبقى في جزء كبير منها جدا خلافات وجود، إن وجودي بيلغي وجود الآخر، أنا الطيار اللي له حق الوجود واللي أعرف كل حاجة والطيارات الأخرى ما تعرفش حاجة، أنا الطيار اللي له شرعية والطيارات والأحزاب الأخرى لا شرعية لها. أو لما الخلافات تتحول لخلافات شخصية، شخصنة الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، هنا بيبقى فيه تأثير سلبي، بيبقى فيه فعلا ابتعاد عن العمل على تحقيق مصالح الناس. الحاجة التانية اللي حضراتكم قلتوها وإحنا بنسألكم في التقرير كان إن حالة من القلق إحنا حاسين بيها كمواطنات ومواطنين في مصر، إحنا مش عارفين بكرة فيه إيه. وفعلا متوالية الأحداث السياسية في مصر ما بتطمنش، إحنا كل يوم تقريبا مع مفاجأة، وفي مفاجآت كتير قوي بتحصل، حاجات غير متوقعة بتحصل، والمتوقع ما بيحصلش. كان متوقع إن المرحلة الانتقالية يكون عمرها 6 أشهر طالت وتجاوزت سنة، كان متوقع إن إحنا نعمل تبكير الانتخابات الرئاسية ما عرفناش، كان متوقع ان احنا نعمل تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية، المجتمع بهيئاته ومؤسساته واحزابه وشخصياته ومواطنيه يرضوا عن، ومش ما هواش ده اللي معانا. فاحنا في حاله من الغموض وفي حاله من القلق ما هياش في الحقيقه مفيده، وبتاثر تاثير سلبي جدا على عمليات التحول الديمقراطي اللي احنا لسه ما قربناش منها كل بصوره واضحه في مصر. فالخلافات طبيعيه، بس لما يتجاوز الخلاف السياسي حول قضايا معينة ويتحول لخلاف وجود،
او لما يتجاوز الخلاف، الخلاف حول القضايا يتحول لخلاف ينتقص من شرعية وجود الآخر أو يلغي الآخر، الآخر اللي أنا مختلف معاه سياسيا، أو لما عايش المواطنين في حالة من الغموض والقلق المستمر ويحسوا أنه ما فيش حاجة بتتعمل، وده اللي بيتقال على طول على مجلس الشعب، أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا عملتوا لنا إيه؟ فين قضايا الناس؟ ليه بتطولوا قوي في معالجة قضايا وخلافات بينكم ومش مهتمين بالأمور الأخرى؟ جزء من ده ما هو الصح، لأن المجلس شغال أحيانا على قضايا الناس، بس جزء منه الواحد لازم يعترف أنه هو حقيقي. اللي بيحصل في مصر دلوقتي الخلافات بين القوى السياسية ما هواش ظاهرة مصرية، لا هو ظاهرة تكررت في الكثير من الدول اللي كانت بتسعى لإدارة تحول ناجح باتجاه الديمقراطية، والخلافات والصراعات ديت رتبت فشل تجربة التحول الديمقراطي فيها. احنا دلوقتي هنشوف تقرير بيعرض حالتين، حالة بعيدة عنا هي حالة روسيا، وحالة قريبة منا هي حالة العراق، وخلينا نركز على العوامل المختلفة اللي أثرت في الحالتين ورتبت مع خلافات القوى السياسية فشل لتجربة التحول الديمقراطي على الأقل إلى الآن. هنشوف التقرير ونرجع نستكمل بإشارة الحالتين تانيين من دول أخرى عشان نحاول نستفيد من تجارب العالم ونعرف إيه اللي إحنا ممكن نتلافاه، إيه الأخطاء اللي ممكن نبتعد عنها أو نسعى للابتعاد عنها في مصر في المرحلة اللي إحنا بنمر بيها. نشوف التقرير. مع سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تولى بوريس يلسن الحكم، وقرر في سبتمبر عام 1993 حل البرلمان المعارض له بسبب خلافاتهما حول التوجهات الجديدة للبلاد، في حين رفض نواب الدوما هذا القرار واعتصموا بمبنى البرلمان، الأمر الذي على إثره تم قصف المبنى بالدبابات في أكتوبر عام 1993، ما نتج عنه عدد من القتلى. أجريت انتخابات برلمانية في عام 1995، حصل الشيوعيون فيها على أكثر من ثلث المقاعد، ما جعلهم القوى المعارضة الرئيسية في البلاد، بينما فاز يلسن بفترة رئاسية جديدة في العام التالي، وهو ما ثبت الصراع السياسي المحتدم، فلم تصل البلاد إلى أي توافق سياسي. There were the communists that were still strong, still trying to return Russia to its communist past. So the opposition wasn't really fragmented in the first decade, I would say. It was fairly united against the new pro-American regime. The nationalists and communists were basically pitted against the liberals. اعتقدت النخبة الروسية أن يلسن هو العقبة، فجرت ضغط لصعود فلاديمير بوتين الذي صار رئيسا في مارس عام 2000. وطوال 20 عاما كان الصراع السياسي بين الحكومة ومعارضيها الشيوعيين والقوميين والعسكريين في الشيشان وضد جورجيا سبب فشل التحول الديمقراطي الروسي. فور سقوط نظام صدام حسين شكلت سلطة الاحتلال مجلس الحكم المحلي من ممثلين للطوائف العراقية، حيث قسمت المناصب العراقية بين أكراد رئاسة الجمهورية وعرب شيعة يتولون رئاسة الحكومة، وأخيراً عرب سنة مسؤوليتهم رئاسة البرلمان، في حين كانت القضايا مثار الجدل بين القوى الطائفية والقومية تتمحور حول الحكم الذاتي للأكراد، والذي طالب بمثله السنة أيضاً. If we're looking at the post-invasion period in Iraq, it's very unstable, and it's hard to really the sectarian element there, Shia versus Sunni and Kurd, has made it very weak. So Iraq is a very different story. It's not really a strong, and it won't be for the foreseeable future, I don't think. لم يتقدم العراق نحو الديمقراطية، حيث خاض حربا ضد مقاتلي تنظيم القاعدة الذين زعموا أنهم جاءوا لنصرة السنة ضد سيطرة الأغلبية الشيعية المدعومة من إيران. على الرغم من إجراء أكثر من انتخابات، مارست القوى السياسية دعاية دينية وقومية، الأمر الذي انعكس على تشكيل البرلمان، وبالتالي ثبت موقفها السياسي.
روسيا من 1991 انهيار الاتحاد السوفيتي الجمهورية الروسية حالة مستمرة من الصراع بين قوى سياسية ظاهرة وحاضرة إلى الآن في المشهد السياسي. أولا النخبة، نخبة الحكم اللي كان في الحقيقة وجودها الأساسي داخل الحزب الشيوعي قبل 1991 وتحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إنها تكون موجودة في أجهزة الدولة الرئيسية وما زالت مسيطرة إلى الآن. ولازم نفتكر إن فلاديمير بوتين اللي هو كان رئيس جمهورية مرتين وبعدين رئيس وزارة وقت فترة رئاسة ميدفيديف وعاد مرة أخرى من أسابيع قليلة جدا عشان يصبح رئيس جمهورية للمرة الثالثة، اللعبة اللي تم فيها التحايل يعني اتركن شوية باعتباره رئيس وزارة وكان هو الراجل الأول في السياسة الروسية وبعدين رجع عشان التحديد الدستوري لفترات الرئاسة المتعاقبة لأي رئيس بفترتين، تم التحايل على الأمر رئيس وزارة كام سنة ويرجع يبقى رئيس جمهورية تاني. فلاديمير بوتين كان أحد القيادات الرئيسية داخل جهاز المخابرات الروسية، يعني ابن مؤسسة الحكم، ابن منظمات الحكم، ودي مجموعة المسيطرة على المشهد السياسي في روسيا إلى الآن داخل مؤسسات الدولة. المجموعة الثانية البقايا الحزب الشيوعي اللي انهار 1991 وأعيد تشكيله، وقوى الشيوعية طيارات الشيوعية ما زالت مؤثرة جدا ودائما دائما ما تتلاعب بورقة العدالة الاجتماعية ورفضها للتحرير الاقتصادي ورفضها للإصلاحات الاقتصادية. مجموعة ثالثة هي القوى القومية، قوى البطارة إن لابد أن يعاد ويستعاد مجد روسيا القديم، ودفعت مؤسسة الحكم في روسيا لمواجهات عسكرية دامية في الشيشان وفي أماكن أخرى واللي احنا تابعناها خلال السنوات الماضية. مجموعة رابعة وهي مجموعة صغيرة جدا هي الطيارات أو القوى الليبرالية، وكان مصير الطيارات الليبرالية دايما في حالات كتيرة أنها تكون مجموعة ضعيفة تدعو للحريات ولحقوق الإنسان لكن ملهاش غطاء مجتمعي، ملهاش أرضية مجتمعية حقيقية، وحتى تحالفاتها مع رجال الأعمال مع رجال الصناعة تحالفات محدودة جدا، لأن رجال الأعمال والصناعة بيتحالفوا مع مؤسسة الحكم اللي بتضمن مصالحهم، لما يتحالفوا معاها ولو ما ضمنتش معرفوش يضمنوا مصالحهم من خلال تحالف مع مؤسسة الحكم والرئاسة بيكون مصير وده اللي حاصل فعلا عدد من رجال الأعمال إن هم يسجنوا في حالات كتيرة جدا في روسيا. روسيا فيها تكميم للأفواه، فيها عقبات كثيرة بتعترض حرية الصحافة وغيره وغيره، نموذج لدولة حاولت 91 أنها تعمل تحول ديمقراطي وما زالت تسير على عكاز إن كانت تسير أصلا في مسألة الديمقراطية. حالة العراق نخرج من الحالة الروسية اللي فيها صراعات بين قوى سياسية مختلفة ومؤسسات حكم ومن هم خارج مؤسسات الحكم لحالة أكثر تعقيدا. أولا عامل خارجي مؤثر جدا هو اللي أنهى وجود النظام السابق، أسقط نظام صدام حسين، الغزو الأمريكي البريطاني بتأييد مجموعة أقل أهمية من الدول الأخرى، غزو خارجي أسفر عن إسقاط النظام، تم تفكيك الدولة العراقية بالكامل من جيش تم حله لمؤسسات أمنية تم حلها، ودخلنا في العراق في صراعات لم تنتهي إلى الآن حول كل المحطات الرئيسية لتحول ديمقراطي. الدستور في العراق كتب في 4 سنين من 2005 لغاية 2009، سنتين بعد إسقاط النظام في 2003. مشكلة كبيرة في الدستور هي المحاصصة، التقسيم، اقتسام المناصب، مراكز القوة على أكثر من مستوى. أولا مستوى الأكراد والسنة والشيعة، العرب السنة، العرب الشيعة والأكراد، الثلاث مجموعات الرئيسية داخل العراق، في مجموعات أخرى في العراق، في طوائف مسيحية كثير، بس الاقتسام داخل هذه البنية الثلاثية لم يحسم بعد. في فترة بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين السنة همشوا تماما وبعدين رجعوا تدريجيا للمشهد السياسي، في غلبة للشيعة، في غلبة للأكراد خاصة في المناطق الشمالية، لكن الصراع على اقتسام مراكز القوة ما زال مستمر. في صراع آخر بين السياسة والمشاركة في السياسة من جانب طيارات مدنية وشخصيات ورموز مدنية وبين مرجعيات دينية موجودة خاصة داخل المساحة الشيعية ليها تأثير كبير جدا. في صراع ما بين قوى الداخل وقوى الخارج، العراق مش بس الولايات المتحدة الأمريكية هي المؤثرة فيها أو كانت مؤثرة فيها لغاية ما تم سحب القوات الأمريكية من هناك، لا، إيران مؤثرة بصورة كبيرة جدا، ليها شبكة تحالفات في الحقيقة مؤثرة جدا في الداخل العراقي، تركيا ليها دور، بعض دول الخليج العربي تحديدا المملكة العربية السعودية ليها أيضا أدوار. فثنائية الداخل والخارج
حالة من الصراع المستمر، تشكيك، انتقاص من شرعية كل المحطات الرئيسية اللي تمت، وحالة من التفكك السياسي مستمرة. العراق بعد انتخاباتها البرلمانية الأخيرة أخذت وقت طويل على ما قدرت القوى السياسية أنها تشكل حكومة. نضيف للتجربتين دول بسرعة تجربة من أمريكا اللاتينية اللي هي بيرو سنة 2000 تم الإطاحة فيها برئيس كان اسمه فوجيموري وأطيح به في فضيحة فساد والانتهاكات حقوق الإنسان، ومن ساعتها الصراعات بين المؤسسة العسكرية وبين قوة محافظة اللي هي الأرستقراطية المالكة للأرض وبين قوة تقدمية بتعبر عن مصالح العمال والطبقات المهمشة والسكان الأصليين، هذه صراعات مستمرة. وأيضا لم تستقر بيرو وتندفع باتجاه تحول ديمقراطي على خلاف الكثير من دول الجوار في أمريكا اللاتينية. أوكرانيا قريبة من روسيا فيها تدخل خارجي زي العراق، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ثورة برتقالية، انفصال عن الاتحاد السوفيتي 91، ثورة برتقالية حاولت تعمل تحول ديمقراطي لم تنجح، تم إطاحة برئيس زور الانتخابات، جاء رئيس رفع شعار الليبرالية مع رئيسة وزراء مشهورة هي يوليا تيموشينكو مشهورة بضفرتها الطويلة، فشل في إدارة الحياة السياسية، الصراعات استمرت، عاد الشعب أو المواطن الأوكراني ليصوت لمن تمت الإطاحة به في 2003-2004، والرئيس اللي بيحكم دلوقتي اللي هو اسمه فيكتور يوكوشينكو، الرئيس دوت هو رئيس تابع لمؤسسات النظام القديم ما قبل الاستقلال أو ما قبل الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. دول أربع حالات لدول خلافات القوى السياسية بداخلها وعدم حسم هذه الخلافات وتحولها باتجاه صراعات هوية وصراعات بيلغى فيها وجود الآخر بيعوق هذا الخلاف التحول الديمقراطي بصورة واضحة جدا. فاللي بيحصل في مصر حصل في دول تانية، تداعياته في الدول التانية سلبية جدا، عايزين نعرف إزاي نتجاوز أو نقدر نتعامل ونحتوي هذه التداعيات السلبية في الحالة المصرية. هنطلع فاصل ونرجع لاستكمال النقاش والتركيز على الحالة المصرية، كيف يمكن احتواء الآثار السلبية لخلافات القوى السياسية في مصر في مرحلتها الانتقالية. خليكم معنا. برحب بحضراتكم. انضم لينا ضيف عزيز هو السيد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب وأحد الرموز السياسية في مصر قبل 25 يناير 2011 وبعد 25 يناير و11 فبراير 2011. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. برحب بحضرتك. احنا كنا بنناقش حضرتك في الجزء الأول بإشارات مختصرة جدا مقتضبة للحالة المصرية وإشارات مفصلة إلى حد ما عن حالات أخرى في العراق، في روسيا، في أوكرانيا، في بيرو، النتائج والأثار السلبية لخلافات الأحزاب والقوى السياسية في مراحل التحول الديمقراطي. حضرتك تقييمك لحال القوى السياسية في مصر ووضعية الخلافات المستمرة بينهم من 11 فبراير 2011 إلى الآن، تقييم حضرتك ليها إيه وإيه رأي حضرتك في تداعياتها على فرص التحول الديمقراطي؟ طيب يعني خلينا في البداية أقول إنها مش بس من 11 فبراير الحقيقة، يعني الخلافات ما بين القوى السياسية وبالذات الليبرالية يعني دي يعني بدأ من قبل 11 فبراير يعني على مدى سنين طويلة فاتت، وكلنا لمسنا ده، ويمكن ده من أسباب إنه النتائج اللي كانت في انتخابات 2012 كانت نتائج يعني هزيلة ضعيفة، لأنه للأسف يعني نتميز يعني كل القوى المستنيرة والليبرالية تتميز بأنها مفككة وغير موحدة ومش على قلب رجل واحد، يعني ده مسألة سنين طويلة وعايشين المأساة للأسف يعني. لكن أنا رأيي وخليني يعني بقولها بلغتي وببساطة، أنا رأيي إن إحنا الجو اللي موجود اللي احنا عايشينه في جو من عدم الثقة كبير جدا، الكل محدش لا بيسمع، محدش بيسمع بعضه ولا حد بيصدق، ودي يعني انا بقول احنا كلنا دخلنا انتخابات وقابلنا على قواعد لعبة ثابتة على الجميع متساوية للكل، ودخلنا انتخابات وفاز فيها التيار الاسلامي ايا كان حرية والعدالة النور وغيرهم يعني، وايضا بعض من القوى الليبرالية. يجب أنا حسيت وأشعر أن هناك مش هقول نوع من الغيرة أو مستكترين على التيار الإسلامي، وأنا لا أنتمي للتيار الإسلامي،
يعني بالعكس انا كنت انافس وانا كنت مرشح فردي بالضبط زي حالتك، ومرشح فردي امام مرشح كان نائب محترم اسمه الاستاذ علي اسماعيل في الشهداء، كان نائب سابق في برلمان 2005، يعني بتنافس حد قوي يعني، ونجحت وفارق كبير جدا في الاصوات. لكن في النهايه ارجع اقول خلاص احنا قبلنا قواعد لعبه انتخابيه سليمه نزيهه واسفرت عن النتائج، عايزين نشتغل ندي فرصه للناس دي، ما نستكترش نجاح. هم نجحوا لانهم بيتميزوا في رايي انهم بيشتغلوا شفهي وتحريري، فوق بيتكلم وموجود وتحت في الارض شغال. القوى الليبراليه والمستنيره بتشتغل شفهي بس، يعني شفهي ده في رايي انا، قليل قوي 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 في التواجد وانهم يعني متواجدين مع الناس. فالناس استحقت نجاح، خلاص نجحوا. انا شايف ان في ناس كتير بدات وده باين انه يعني مش قابلين هذا النجاح، مستكترين هذا النجاح، وبداوا يعني تسمع كلام سرقوا الثوره، كلام مش في محله في رايي، بصرف النظر بقى نزلوا في اليوم الثاني لا اليوم الثالث كلام اللي بيتقال، لكن لا مفيش شك ان هم وجودهم كان عنصر كبير جدا من عناصر نجاح الثوره، يعني مش هنقدر ننكر الحقائق دي. فاحنا النهارده بنقول اذا يعني تجاوزنا المرحله دي وبنتكلم على بدانا في برلمان، والبرلمان لو تتذكر كان هناك لجان طبيعي طبعا القوى اللي هي اكثر يعني عددا في المقاعد طبيعي انها هيبقى لها كلمه، مش عايزه كلام، لكن برضو احنا بقول ما عرفناش ان احنا نخلق التوافق اللي ناخد فيه مساحة اكبر من اللجان، نتيجة برضو مواقف مشتتة يعني ما هياش مجمعة برضو من القوى الليبرالية، فنتج عنه انه نسبة كبيرة من اللجان راحت. دخلنا في مشكلة وهي متعلقة بالجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية وانت عايش التجربة وكان لك رأي فيها، مفترض زي ما كلنا بنقول ان ده دستور لمصر كلها ودستور لأجيال جاية، يجب ان الكل يبقى متوافق عليه والكل يبقى ممثل. شفنا جهد بزل من ناحية اعداد، من ناحية الاعداد محدش يقدر ينكر ده، يعني اللجنة الفنية او ايا كانت القائمة على اعداد الترشيحات، ثم مسألة انه انتهينا الى انها تبقى 50-50، وطبعا هنا واضح انه الأغلبية لها كلمة ولها نوع من التنسيق والاتفاق، يعني أقصد حزب النور وحزب الحرية والعدالة وليكن. وجينا في الانتخابات فيما يخص الشخصيات اللي هي مرشحة، طبعا يعني تاني بنأكد أنه ممكن يكون الترشيحات في كثيرين محسوبين ممكن على التيار الإسلامي من هم خارج من خارج المجلسين صح، لكن لما تيجي تبص بقى وتشوف، أنا حضرت الجلسة الأولى في اللجنة التأسيسية والجلسة الثانية وشفت، لا أنا شفت لأن برضو بعض من الناس يعني بتتكلم على أن هناك قامات كبيرة جدا خارج البرلمان لم تأخذ فرصتها وما دخلتش، لا بس كمان الناس اللي جوه في اللجنة التأسيسية ما هماش قامات صغيرة، لا أنا شايف نماذج محترمة سواء من نقابات أو سواء من أحزاب تم اختيارها أو شخصيات وشفتهم لما تحدثوا، لا لهم مواقف يعني تحدثوا وبكل يعني قوة وبكل استنارة، ومش معناها انها ناس جاية تبصم او ناس، لا حقيقي ده غير صحيح. بس هو يا فندم الخلاف حول الجمعية التأسيسية البعض بيشوف ان هو خلاف على شخصيات، بس العدد الاكبر من المختلفين مع الجمعية التأسيسية، وانا مش عايز اخد هنا خط انا يعني عبرت عنه اكتر من مره بره البرنامج، انا فاهم، بس الخلاف في الحقيقه على تغييب معيار الكفاءه في عدد كبير من الحالات، وتغليب معيار الولاء الحزبي، على غياب التمثيل المتوازن للخريطه المجتمعيه والسياسيه من اللحظه اللي تم فيها اعتماد 50-50. انا عارف ان حضرتك كنت مقدم مقترح للجمعيه التاسيسيه
كان مختلف بصوره خالص. كامله بالزبط. عن 50 من جوه 50 من بره. بالظبط. حضرتك كنت مقدم مقترح كان فيه كمان كوتا حد ادنى لتمثيل المراه، حد بالزبط. ادنى لتمثيل الشباب. صحيح. وكان اللي حضرتك مقدمه قريب جدا من مواقف الشخصيات والاحزاب الليبراليه. بس انا عايز، مش عايز ان احنا نغرق في تفاصيل الجمعيه التاسيسيه اللي صحيح. هو النقاش اللي مستمر صحيح. عندنا صحيح. ولا حتى نغرق في تفاصيل مشهد الانتخابات الرئاسيه. انا عايز اسال حضرتك، لان حضرتك دلوقتي بتقول ان مشكله او احد اوجه المشكله في ان التيارات الاقل عددا في مقاعدها داخل المجلسين او الاقل تاثيرا على الحياه السياسيه تيارات مفككه ومفتته ولا تستطيع التنسيق بصوره جيده. طيب نعكس حضرتك الصوره، نروح للتيارات ذات المقاعد الوفيره، التيارات الاكثر تاثيرا. وطبعا دون اي منازعه لمساله ان صندوق الانتخابات، طالما صندوق الانتخابات غير مزور، لابد ان تحترم نتائجه. بالظبط. هل حضرتك لا ترى ان مرحله التحول الديمقراطي بتفترض في القوى الاكبر انها تتصرف برشاده وعقلانيه طبعا. يكون جوهر الاثنين في الحقيقه احتواء الاخرين، التنازل عن يعني احلام بمكاسب سريعه وما الى ذلك؟ حضرتك شايف ده بيحصل في مصر ولا شايف ان الحريه والعداله والتيارات الاسلاميه بصوره عامه بتبتعد عنه بصوره متزايده خلال الايام والاسابيع الماضيه؟ انا موافقك انه زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت، التيار او الاغلبيه يجب ان هو يحتوي الاقليه ويجب ان هو يديها فرصتها كامله. دي مش عايزه كلام. احيانا ممكن يكون انه تيار الاغلبيه يعني ممكن بيتجاوز هذا في انه يعني بيبقى ليه رؤية، وده شفناها حتى في موضوع الترشيح لرئاسة الجمهورية. يعني انا واحد من الناس فوجئت بصراحة يعني، وتحفظت على هذا، ويمكن كتبت للمرشد العام خطاب وقلت له مع كل تقديري بكل ادب يعني انه هذه الخطوة خطوة انا شايف انها ما كانش لها اي لازمة. يعني ليه احنا النهاردة بقى في اغلبية في برلمان كحرية وعدالة يعني، وربما قريبا جدا يتم تشكيل حكومة؟ يعني ايه الداعي بعد ما كان فيه رسالة لمحاولة الاستئثار بكل يعني المناصب يعني النهاردة بقى والمؤسسات الأساسية في الدولة يعني تشريعية يعني وتنفيذية، رسالة طمأنينة بناء على التزام هم تعهد هم قالوه يعني قطعوه على نفسه. بالضبط. يعني ليه يا جماعة ما النهاردة في برلمان اهو، وبقى وربما يبقى في تشكيل حكومة في خلال شهر أو اثنين لو الدستور انتهى إلى نظام برلماني رئاسي؟ إيه الداعي النهاردة أن أنا أدفع بمرشح رئاسي يعني واخلق حالة من الانزعاج والقلق؟ وده اللي موجود في الشارع وبنسمعه. فهم ممكن يكون لهم رؤية، لهم حسابات، أيا كان أسبابهم، لكن أنا واحد من الناس لا طبعا غير موافق. أنا شايف أنها خطوة تحسب عليهم مش لهم. تمام. إنما في النهاية زي ما بقول ربما هم لهم رؤية معينة يعني. لكن تسألني أقول إحنا النهاردة، وهو ده اللي يهمني، لأن أنا برضو عيني على الناس، رجل الشارع اللي النهاردة بيئن من المشاكل اللي بتحوطه من كل حتة، الراجل ده إحنا هنقدر نعمل له إيه وبسرعة؟ طيب هنطلع نطلع فاصل ونرجع نحاول نسأل حضرتك ونتعرف مع حضرتك على فرص تجاوز الثنائية دي، قوة صغيرة مفتتة وغير منظمة ولا تنسق، وقوة كبيرة أحيانا لا تغلب لا العقلانية ولا الرشادة، ويبدو أن البعض داخلها لديه نزوع للاحتكار أو للاستئثار أو للهيمنة، حتى لو كان ده مشروع بلغة صندوق الانتخابات. هل هو مفيد لمصلحة الوطن؟ نطلع فاصل ونرجع لاستكمال الحوار. نستكمل نقاشنا. سيد نائب محمد أنور السادات، ما بين تفتت القوى الليبرالية في الحالة المصرية وما بين هيمنة عبر صندوق الانتخابات لتيارات الإسلام السياسي وابتعاد في لحظات هامة ومحطات مؤثرة في مسار التحول الديمقراطي عن اختيارات عقلانية أو رشيدة يتم بداخلها احتواء المجموعة الأقل عدداً، حضرتك شايف ايه الوسائل الافضل اللي احنا ممكن نوظفها في مصر لتجاوز
هذه الخلافات المستمرة بين القوى السياسية أنها بالتأكيد بتأثر على مسار التحول الديمقراطي، طولت المرحلة الانتقالية يمكن ضمن أسباب أخرى منها أن المجلس العسكري ما كانش حاسب أموره وما كانش عارف، ما كانش في خريطة الطريق وغيره، بتعوق دلوقتي من خطوات كبيرة، الدستور، جمعية تأسيسية، البعض على الأقل بيوصل بأنها منقوصة الشرعية، ونفس المسلسل مرشح أنه يستمر. إزاي نتجاوز ده يا فندم؟ طيب خليني قبل ما نتجاوز ده عايز أقول جزئيتين مهمين برضو تاني، لأنه موضوع الدستورية ده موضوع مهم، الهيئة التأسيسية أو اللجنة التأسيسية برضو لازم الناس تبقى عارفة أن احنا بنتكلم النهاردة على أنه ما يقال ان ربما يبقى في حكم من القضاء الاداري فيما يخص ان هذه التاسيسيه ربما يدفع ببطلانها ويتم الغائها، وانه ممكن يتقال انها فقط تبقى من خارج البرلمان حسب الماده 60 يعني. طيب ما هو اذا من خارج البرلمان من الذي سيختار المئة عضو من خارج البرلمان؟ ما هم اعضاء الشعب والشور اللي هم لهم الاغلبيه، يعني ايضا هم عندهم فرصه انه لو حبوا يختاروا 100 شخصيه من خارج البرلمان هم اللي هيصوتوا، بس هم عندهم الاغلبيه. منطق الاختيار هو منطق الاختيار، نحن نختار بمفردنا ولا نتوافق يعني مع الاخرين. يعني اللي انا عايز اقوله يعني طبعا بس صح على بالنص الدستوري لو الماده 60 فسرت بهذه الصوره في الاخر الاعضاء المنتخبين للمجلسين هم اللي هيختاروا. طيب بس ايه الفرق حضرتك ما بين انك تختار لوحدك ولا تختار وانت بتبني توافق وعينك على مصلحه البلد وتحولها الديمقراطي؟ انا معاك، انا بس بقول دي لان البعض ايه متصور ان لا هيبقى المحكمه هتحكم انهم كلهم هيبقوا من خارج البرلمان. طيب ماشي، هم 100 شخص من خارج، بس مين اللي هينتخبهم؟ الاغلبيه اللي هتنتخبهم في النهايه. طيب نيجي لجزئيه تانية برضو، ان الكلام بيتقال مهم ان الناس تبقى فاهمه على دستوريه المجلس الحالي. خلي بالك عشان المجلس العسكري دعا الى اكتر من اجتماع قبل الانتخابات، وانا كنت حاضر مع كل رؤساء الاحزاب وكان حاضر وبصفه مستشارين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وأيضا أعضاء مستشارين من المحكمة الدستورية. هذا القانون اللي الناس عندها تصور أنه ربما المجلس يحل عشان موضوع التلت والتلتين، هذا الموضوع يعني كان فيه زي ما بيقول رقابة مسبقة عليه. فيعني قصد أقول للناس عشان الناس برضو ما تبقاش عايشة تحت وهم أنه ده ربما المجلس يتحل، هذا الكلام غير وارد. طيب خلينا نيجي كمان لجزئية مهمة بقى قبل ما نتكلم طب وبعدين ايه الحل. جزئية مهمة، انا واحد من الناس شايف ان احنا من مصلحتنا ان احنا نعمل دستور بعكس يمكن اراء تانية في وجود المجلس العسكري. انا واحد من الناس شايف ان احنا من مصلحتنا، بكرر تاني، ان الدستور يتعمل في وجود المجلس العسكري، وليس ليه؟ لانه فرص الخلاف بعد انتخاب الرئيس ما بين الرئيس وما بين البرلمان عشان نيجي نتكلم في دستور جديد كبيرة جدا جدا، وبالذات لو كان الرئيس يعني ينتمي الى اتجاه تاني. خلي بالك المسألة دي غاية في الأهمية. احنا فرصتنا ان احنا كنا نعمل دستور يتم انتخاب الرئيس عليه ودستور متوازن صح عشان نضمن ان ما يحصلش مشكلة لو المجلس طلع في ميعاده في 30/6 وساب العملية كملوا بقى انتوا، صدقني احنا مش هننتهي من هذا الدستور وهتبقى فيه اشكالية كبيرة جدا. طيب نيجي بقى لجزئية طب وبعدين، يعني الاشكالية اللي احنا فيها من التفكك. انا شايف ان احنا ما عندناش اختيار، يعني اذا كان احنا شايفين ان هناك طيار ما بيتبنى يعني افكار او هناك شهوة للسلطة او احتكار للسلطة او مفيش سبيل غير ان احنا نشتغل ونستعد. ادي انتخابات رئاسيه جايه اهي، وهناك مرشحين كثيرين، نستطيع ان احنا كلنا ندعم مرشح بعينه طبعا، وعندنا انتخابات محليات جايه كمان من هنا لغايه اخر 2012 ممكن ننافس فيها طبعا. ونستعد تمام. وانا بقول للاحزاب وانا منهم، ونستعد لانتخابات برلمانيه لاي ظروف ربما تحدث. استبعد موضوع المحكمه يعني اللي حضرتك بتقوله نشتغل. المنافسة نشتغل. بالأدوات الديمقراطية طبعا نشتغل. طيب والكلام الكتير اللي احنا بنقوله في الحقيقة كل يوم صبح وليل على التوافق وبناء التوافق وغيره، وحضرتك داخل المشهد السياسي، داخل المشهد البرلماني بالجمعية التأسيسية للدستور، قريب من القوى السياسية المختلفة الإسلامية وغير الإسلامية، حضرتك تقديرك بواقعية شديدة جدا، واحنا بنراعي فعلا اللي بيقولوا عليه الناس،
هتفوقوا امتى لمصالحنا، هتشتغلوا لنا امتى، تقدير حضرتك الواقعي لفرص التوافق عشان نتجاوز الخلاف والتفكك المستمر من 11 فبراير 2011. انا شايف ان الفرص موجوده، يعني انا مانيش متشائم بالرغم الانسحابات الكثيره يعني، لكن انا شايف ان الفرص موجوده بس لازم نقرب شويه. يعني انا شفت وده حصل في اجتماع الاخير اللي اجتمع بيه المجلس العسكري كنوع من التوفيق لرؤساء الاحزاب وبحضور حزب الحريه والعداله والنور كله. هل حضرتك شايف ان مبادرات التوافق تاتي من راس سلطه تنفيذيه البعض بينظر لشرعيتها بتحفظ او بدرجه اكثر قسوه ربما من التحفظ، ولا ينبغي ان تاتي من مؤسسات وهيئات لها مصداقيه في المجتمع زي الازهر مثلا؟ انا يعني طبعا انا فاهم المعنى اللي حضرتك بتقوله، بس المجلس العسكري برضو من احساسه من منطلق مسؤولية هو حاسس بيها، هو دعا ولكن كان حياديا تماما، يعني قال أنا مجرد الدعوة دي عشان تلتقوا تقعدوا يا جماعة، أنا لا أقدر أتدخل في أعمال اجتماع مشترك شعب وشورى، ولا أقدر أتكلم في ما يخص سلطات صلاحيات الجمعية التأسيسية، لكن أنا بقول يعني توافقوا حتى يبقى حضرتك عندنا الأدوات الديمقراطية، عندنا محاولات التوافق أحيانا باستدعاء من هم خارج مشهد الأحزاب والتيارات المنتخبة والمتنافسة باستمرار على المؤسسة التشريعية والتنفيذية. في دقيقة، أي إمكانيات أو أي وسائل أخرى حضرتك ممكن نوظفها لتجاوز الصدع المستمر بين القوى السياسية المختلفة؟ يعني حضرتك أشرت للأزهر ودي فكرة جميلة، وأنا إحساسي إن الأزهر هيقوم بهذا الدور يمكن في خلال الأيام اللي جاية قبل الاجتماع القادم يوم الأربع. بس أنا شايف كمان إنه الأحزاب اللي بتحوز على الأغلبية حرية والعدالة والنور لازم يقرب، لازم يحتوي الأحزاب الأقل، ولازم يتقعد قعدات يعني فيها نوع من الصدق عشان يعني يحتوي هذا الموقف، ويبقى فيه نوع من إن إحنا يعني نرضي. ولما بقول نرضي مش بمعنى انه لا، احنا كلنا المفروض نخلع الرداء الحزبي في الجمعية التأسيسية، ننسى ان احنا بننتمي الاحزاب، المفروض ان يبقى لمصلحة الوطن. طبعا دي مش عايزة كلام. بشكر حضرتك يا فندم، اشكر نائب محمد انور السادات على النقاش وتشريفه لينا في البرنامج، واشكر حضراتكم على المتابعة. تفكك، خلاف مستمر، سبل التجاوز، نستفيد ازاي من الحالات الاخرى، ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أتمنى نكون وضحنا الصورة لحضراتكم. أتمنى لكم ليلة سعيدة وبداية جيدة للأسبوع الجديد، وأشوفكم على خير.